شوفوا هالسؤال، اسمعوه واسمعوا إجابته، وأتوقع أنه يمر علينا واجد. أم الدرداء رضي الله عنها صاحب همة عالية، وسألت أمنا الشريفة الجليلة العفيفة الطاهرة الكريمة العظيمة عائشة رضي الله عنهن جميعا، قالت: يا أم المؤمنين، كم عدد درجات الجنة؟ هي الآن تبي الجنة لكن تبغاها في أعلى درجاتها. قالت: عدد درجات الجنة بعدد آيات القرآن. كم عدد آيات القرآن؟ 6236 آية. اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وتقول عائشة رضي الله عنها: وإن أهل القرآن هم أعلى منزلة في الجنة. وش حظك من القرآن؟ ويا حظ أهل القرآن، ويا حظ من أعان أهل القرآن، ويا حظ من تلا القرآن وفتح على نفسه بابا للقرآن ودل أسرته وأهله. كونوا من أهل القرآن، اقرؤوه احفظوه، فإن المنزلة فوق.